إمام مسجد يدعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ النصوص القرآنية الواردة صراحة بأن الرسول عليه السلام لا يعلم الغيب، كما في قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وبالأحاديث الواردة أيضا مؤكدة لهذا المعنى، كمثل الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية صغيرة وهي تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام: دعي هذا، لا يعلم الغيب إلا الله، وقولي مثل ما كنت تقولين، يعني من الكلام المباح. فإذا بلغ ذلك ثم أصر على ضلاله فهذا لا يجوز الصلاة خلفه. نعم.